لما نشوف فيديوهات الظواهر الخارقة غالباً بيكون في حالة شك تجاهها، ولكن إذا كانت معروضة على التلفزيون فالموضوع حيكون مختلف تماماً. خلوكم معي لتشوفوا أكثر الفيديوهات اللي فيها ظواهر خارقة بهذا الفيديو الشيق. أنا أحمد وردة ومعي كوكي. اليوم حأستعرض معكم أكثر فيديوهات اللي فيها أمور خارقة واللي كانت مصورة مباشرة من خلال التلفاز. لايك وسبسكرايب، وكل شهر حأرسم 4 أشخاص وحطهم وراي، لكن للأسف هلأ الطابعة عندي خربانة. تلفزيون بالهندوراس كان في 2 من المقدمين عم يقدموا عليه برنامج، ولكن فجأة بصير شيء خارق للطبيعة. في كاسة كانت موجودة قدام المقدم فجأة بتتحرك بشكل تلقائي، وفيكم تشوفوا ردة فعلهم والحيرة اللي كانوا موجودين فيها. طبعا الاثنين حاولوا انهم يأدوا الدور ولا كأنه صار شيء، ولكن مبين على ملامح وشهم انهم كانوا مستغربين انه في شيء خارق حصل. انه المذيع الاول عم يحاول يطلع بالمذيع الثاني ويقول له شفت اللي شفته، والثاني ما انتبه ما شاف انه كان ملتهي انه عم يقرا الملخص اللي عنده. عم حسه انه عم يحاول انه بده يلاقي اي طريقه انه في مجال تركز معي بالكاسه. فلذلك المذيع الاول عم نشوفه كيف عم يحس بحاله قشعريره طبعا، والمنتجين اللي كانوا ورا الشاشه كانوا عم يحاولوا يخبروا الناس انه لا هذا الشيء اللي صار فعلا كان حقيقه وما في اي نوع من انواع الخداع. اما الفيديو الثاني المثير للجدل هو فيديو بابا الفاتيكان. هذا الفيديو سبب كتير ضجه. باللحظه بفوت فيها بابا الفاتيكان لداخل المقر لداخل البيت فجأة بيختفي بشكل مريب كأنه انقطع على المونتاج. فلذلك في كثير نظريات تحكي انه نحن موجودين بعالم ماتريكس، انه في تقنية هولوغرام مستخدمة بالفاتيكان لدواعي امنية حتى يعملوا شخصية وهمية موجودة عم تخطب قدام الناس، ولكن حصل في خطأ اثناء عرض هي التقنية تسبب باختفاء باب الفاتيكان. النظرية الثانية بتقول انه باب الفاتيكان نفسه هو عبارة عن جن اختفى بشكل مفاجئ ما بنعرف. والشيء الاكثر غرابة انه الفاتيكان بحد ذاته الغى كل الفيديوهات الموجودة لهداك اليوم وما خلى لها أي أثر. النظريات بتقول إنه باب الفاتيكان فرانسيس كان مريض بهداك الوقت، فاللي سوى الفاتيكان إنه عرض نسخة هولوغرام وهمية لإله فقط من دواعي إنه يلقي الخطاب تبعه، وإنه استخدموا هذا البروتوكول من دواعي أمنية فقط لمنع محاولات الاغتيال. فخبروني هل برأيكم ممكن البشر وصلوا لمرحلة إنه يصنعوا هولوغرام، يصنعوا شخصية مزيفة ويمكن يستخدموها بأي مكان في أي مقابلة تلفزيونية؟ بعام 2011 صارت موجة تسونامي كبيرة باليابان وتسببت بدمار كبير. أثناء التغطية الإخبارية لهي الموجات من التسونامي بيكتشف بعض المشاهدين مخلوق غريب بيظهر طائر أسود بطير وفجأة بيختفي، لكن حجم الطائر بالمكان الموجود فيه أكيد كبير جدا. إذا منشوف بالفيديو منلاحظ أنه عم يختفي بشكل متكرر وبيظهر مرة تانية، تعرفين كيف عم يختفي ويطلع بشكل متكرر. في بعض الأشخاص قالوا أنه ممكن هي نتيجة لحجم الفيديو لأنه الكواليتي تبعه كان سيء، أو نظام الإنكودينج أي نظام الضغط بالفيديو، لكن أغلب الأشخاص قالوا أنه هي ظاهرة خارقة، وبيأكدوا أنه هذا مخلوق اسمه موثمان الذي شوهد لأول مرة في ولاية فرجينيا الغربية عام 1966. بعد هيك تم رصد هذا المخلوق بالعام الثاني حتى عام 1967 من 14 ديسمبر. شهود بلغوا عن وجوده فوق الجسر الفضي بالولايات المتحدة الأمريكية. باليوم اللي بعده الجسر انهار، فغالبا الناس بيحكوا أنه وجوده وظهوره بيكون لتحذير الناس من مصيبة كبيرة أو من كارثة قادمة. بعض الناس بلغوا عنه أثناء حادثة تشيرنوبل، كان موجود عم يطير بنفس المكان. فخبروني شو رأيكم، هل ممكن لأنه مبين حجم الطائر أنه جدا كبير بحجم هداك المخلوق موثمان، هل ممكن يكون ملاك بس نحن بنقول له موثمان؟ الفيديو الثالث اللي تم التقاطه على الهواء مباشرة أثناء بث تلفزيوني هو بالمكسيك. معظم المشككين بفكرة الصحون الطائرة، أنا بأكد لك في صحون طائرة أو نحن بنسميهم الملائكة، فمعظم المشككين فيها بيقولوا انه ليش ما بيتم التقاطها على الهواء مباشرة. بهاي الحادثة تم التقاطها على التلفزيون المكسيكي، او يبدو انه الفيديو بالبيرو. بعام 2020 جمعت قناة كابيتال تي في جمهور من 200 شخص، كان التجمع على شاطئ يايا، لكن فجأة بصير شيء مدهش. اثناء عملية البث بيلاحظوا وجود ضوء صغير بالسماء ظهر، وهذا الضوء فجأة بيعمل فلاش كبير بيومد بقوة جدا وبيرجع لوضعه الطبيعي، بيرجع بيضوي بقوة جدا وبيرجع لوضعه الطبيعي. معظم الموجودين صاروا يوجهوا الليزر لمكان الضوء. طبعا مكان تواجد الضوء مستحيل يكون في اي رافعة انه تحمله، لانه نحن بنحكي على ارتفاع هائل بالسماء. الشيء الغريب انه الناس لما بلشت توجه اضاءات الليزر باتجاه الضوء صار الضوء يتفاعل مع هي الاضاءات اللي عم توجه عليه، وهي احد النسخ اللي نحن شفناها واللي كانت مثيرة. Ahora vamos a tratar de ser racionales.
Mira, no se mueve. Podría ser pescadores que están en la zona y que están lanzando, pero son... كانت حلقة سريعة جدا، حاولت اني افرجيكم فيديوهات موجودة، بتمنى انك تدعمنا بلايك سبسكرايب. انا كوكي، فتأمل يرعاك الله، والى اللقاء جميعا في حلقة قادمة. بنصحك تشوف هي الحلقة يليهم.